يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في الحديث أن النذر يستخرج به من البخيل وأنه مكروه، ومع ذلك هو عبادة، فما هو فهذا مناقض للتعريف، فما هو ضابط معرفة العبادة؟ الوفاء بالنذر من العبادة، الوفاء به هذا عبادة، يوفون بالنذر وليوفوا نذورهم، أوف بنذرك، من نذر أن يطيع الله، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، فالوفاء بالنذر عبادة، أما الدخول فيه من الأول فهو مكروه، لأن هذا يخرج الإنسان ويلزمه شيئا قد يعجز عنه ويشق عليه، وأيضا هذا يدل على الكسل، وأن الإنسان لا يفعل الطاعة إلا إذا نذرها، ولهذا قال يستخرج به من البخيل، يعني ما يعبد الله إلا بنذر وإلزام لنفسه، وكان الذي ينبغي أن يعمل الطاعة على السعة، لأن الله لم يكلفه بها، وإنما يفعلها اختيارا دون أن يلزم نفسه بها، ويكون على سعة، إن شاء فعلها وإن شاء تركها، لكن إذا نذر لا يجوز له أن يتركه، يكون ضيق على نفسه. نعم.